في يوم سبت. ده الخلاف. ما كانش مهيبهم اي حاجة تانية انه بيخالف الشريعة او بيعمل حاجة غير اللي هم حاطينها. هو من كتر التعليمات بتاعتهم فافتكروا دي الشريعة الاساسية ونسوا ان يوم السبت ده بتاع ربنا. فممكن يعملوا اي حاجة هم حاطينها ونسيوا كلام الله. والسيد المسيح عايز يفتح عيونهم زي ما فتح عين الاعمى ولهم بالمعجزة اللي عملها الكبيرة دي، تعالوا عشان افتح عيونكم، تعالوا نتعلم ونرجع نعرف هو يوم السبت. يوم السبت هو يوم الراحة، او اصح ده اليوم اللي بنقعد فيه مع ربنا نعمل الصيانة بتاعتنا. طول الاسبوع بنقابل ناس ونتعامل ونتعب، ممكن نغلط، فبنرجع ليوم السبت نقعد مع ربنا عشان نرتاح. يقول كده كان الهدف من الوصية والشريعة انك تقدس يوم السبت او يوم راحة. ولو نقرأ في سفر نحمية 9 يقولوا كان في اليوم ده كان ربع النهار، يعني 3 ساعات يقرأ في سفر الشريعة، وال3 ساعات الآخرين من النهار يسبحون مجودنا الله. تعالى نتقدس في هذا اليوم. لما انت تقعد في يوم الرب ده او يوم الاجازة او يوم الراحة، تعالى نعمل اللي ربنا قال عليه. بلاش تسافر، بلاش تعمل اعمال خالص. ده حتى لما كان شعب اسرائيل في البرية وكان كل يوم ياخد المن ما يحوش لليوم التاني، ولو اخد حاجة زيادة كانت بتبوظ ما ينفعش ياكلها. فقال لي يوم الجمعة ده تاخد ليومين عشان ما تنشغلش عني وتروح تاخد اكل، وممكن وانت بتلم الاكل تغلط في حد او حد يزعل منك او تتضايق حد او تنشغل عني، فعايزك تتفرغ عشان تقعد معايا. وده الهدف من يوم الراحة، هو عايز يرجعنا ان احنا نقعد مع ربنا، نرجع لآدم الاول، ابونا الاول. تعالى نقعد مع بعض وتعرف انا عايز منك ايه وانت عايز مني ايه، وانا اريحك. تعال عشان اريحك. لما انا اقعد مع ربنا في يوم الراحة ويوم السبت ده، هقرأ الكتاب المقدس فانا هتقدس. ولك تقدس يوم السبت، وكلمة الله تقدسني. تعال صلي يوم الراحة ده عشان تطلب اللي انت عايزه وانا اسمعك وادهولك. فيوم الرب ده بيتقدس لما اقعد مع ربنا، انا بتقدس زي ما ابونا في القداس بيقول القدسات للقديسين. كل واحد جه الكنيسة وحضر كلمة الله، القراءات اللي سمعناها وخد التحليل وصلى، ده تقدس. عشان كده الاباء ينبهوا مش عقاب، يقول اللي ما حضرش الانجيل مش هينفع يتناول لانه لم يتقدس بكلمة الله. فالناس بتيجي عايزة تتناول، انا محتاج مناولة، بس انت لم تتقدس، فبالتالي مش هينفع القدسات غير للقديسين. والكنيسة الاولى كان الموعوظين يجوا يسمعوا القراءات، موعوظين هم غير المؤمنين اللي عايزين يدخلوا الايمان، يجي يتقدسوا بالكلمة ويمشوا بعد الانجيل لانه مش هيتناول، فما ينفعش يحضر بعد كده الصلوات. فبالتالي انا عايز اتقدس في يوم الرب، فاجي اسمع كلمة الله وامشي. عايز اجهز عشان بعد كده اكون مستحق تناول. فالقدسات للقديسين اللي سمعوا الكلمة. اللي عايز ربنا يوصلها لك النهاردة عشان عينك تفتح. انا ما جيتش وسمعت الكلمة. لو الاعمى ده ما قابلش السيد المسيح وسمع كلامه، قال له عايز ايه؟ قال له عايز اخف، عايز اشوف، عايز ابصر. قال له ايمانك خلاص، وتفل على عينيه وعمل طين وبعته وقال له روح اعمل كذا. لو انا ما جيتش وسمعت القراءات وسمعت الوصية مش هسمع وعناية مش هتفتح. عشان كده للأسف بعض الناس بيجي ويمشي وما خدش حاجة، لانه لم يحضر القراءات، ما سمعش الكلمة. الأعمى فتح لما اتكلم مع السيد المسيح وسمع صوته
وكلمته والوصية بتاعته اللي هي موجودة في الكتاب المقدس اللي بنسمعها كل يوم، موجودة على المنجلية كل يوم. فتعالوا نفتح عيوننا زي ما عم نفتح ده ونسمع كلمة الله. تعال نرجع ونقابل ربنا في يوم الراحة يوم السبت. فالهدف لما تقعد مع ربنا وتتقدس، وده الأساس اللي هي المحبة، ورب عايز ايه؟ عايز محبة مننا، مش عايز حاجة تانية. ايه المحبة؟ هتبين محبتك لربنا ازاي؟ لما تيجي تقعد معاه، لما تيجي تقابله وتسمع الوصية بتاعته وتعملها، فعينيك هتنور، عينيك هتبصر. وده الهدف من قلب نابع بالمحبة. دي حاجة الأولانية. والحاجة التانية في يوم الراحة اللي ربنا عايز منها انك انت تبارك ربنا، تسبح ربنا وتشكر ربنا. وده اللي عمله الأعمى لما فتح، رجع وقابل السيد المسيح تاني، يعني حصل معه معجزة ورجع يدور عليه. لما انت بتسبح ربنا وتبارك ربنا انت بتعترف بيه. اهو رجع وقال لهم وتناقش مع اليهود ما خافش منهم. فانت بتاخد الكلمة وبتنفذها وعينك بتفتح وترجع تعترف باسم ربنا امام الناس، ما تخافش من حد. ويقول لهم هو كده، ده هو بيقول لهم يفتح عيونهم. انا ما اعرفش ان هو خاطئ ولا لا، لكن اللي انا اعرفه ان ربنا ما يسمعش الخطاة، وما فيش حد قبل كده سمعنا انه فتح عين واحد مولود اعمى. فانا لما بشكر ربنا وبصلي لربنا وبسبح ربنا، انا كده بعترف لله، بعترف بمحبته للبشر. كلمة كبيرة ومعانيها كبيرة قوي كلمة محبة لربنا للبشر، لأنك كصالح ومحب للبشر هتلاقوها في كل صلواتنا، كصالح ومحب للبشر. فدي الحاجة الأولانية اللي احنا عايزين نتكلم النهاردة، يوم الراحة اللي هو يوم الخاص بي وبين ربنا. تعالوا نرجع، وبلاش يوم الراحة ده نخليه لأعمال البيت أو المشاوير الخاصة أو للمقابلات. تعالوا نرجع ونقابل ربنا في هذا اليوم. دي عايزة ربنا محبتنا ليه، ده اللي عليها بولس الرسول النهاردة. البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. البسوا المحبة اللي هي رباط الكمال. دي الحاجة الأولانية، محبتنا لربنا. الحاجة الثانية، محبتنا لإخواتنا في البشرية. بقولك محتملين بعضكم بعضا مسامحين. ازاي هروح احب ربنا وانا ببغض اخي او اختي؟ الحاجة اللي بتأثر في قلبنا جامد اللي هي المشاكل الاسرية، او احنا مع اخواتنا كمسيحيين مع بعض بنجرح في بعض. دي ضربة اليمينية تتعب اكتر. لو الضربة جاي من بره هنحتملها، هو ما يعرفنيش. لكن الاسوأ لما بنساعي اسر مش تتحمل بعض وفي مشاكل مع بعض وشكاوي وفي محاكم، اخوات قرايب زوج وزوجة. اصعب حاجة على الانسان المسيحي اللي بيحب ربنا لما يسمع كده. تعالوا نرجع نحب بعض، نحتمل بعض. تعالوا نسامح عشان ربنا يسامحني. تعالوا نسامح عشان ربنا يسامحني. ده يقول كده في رسالة يوحنا النهاردة في الكاثوليكون، هو جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. لو عرفت الحق مش هتعمل أي حاجة تزعل ربنا، مش هعمل حاجة تزعل أخوي أو أختي. الآية بتاعت النهاردة، جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. الأعمى لما فتح اعترف بربنا وجهر أمام اليهود إن ربنا بيسمع، مش بيسمع الخطاة، بيسمع للناس الصالحين، الناس القرابين من ربنا اللي بيعمل أعمال ربنا. فتعالوا، تعالوا يبقى عندنا بصيرة. تعالوا نرجع ليوم الرب ويوم الراحة. تعالوا نسمع الوصية. تعالوا نبين محبتنا لله محب البشر، محبتنا لإخواتنا وكلنا مع بعضينا. لأن البوس بيقول كده في القراءات اليوم في البولس، البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين. شوف بقى مين هم القديسين المحبوبين. عندكم ايه؟ احشاء رأفات، نحس ببعض.
ده سامي مسيح هو مجتاز، رأى أعمى، هو اللي شافه. عندكم لطف، عندكم تواضع ووداعة وطول أناة، وده بنشوفه في كتير من المسيحيين اللي عايشين وسطينا، اللي بيخدموا ربنا من قلبهم في جميع الأنشطة اللي في الكنيسة. ناس عندها محبة كبيرة، وبنشوفها في مدارس الأحد وفي اجتماعات أخرى. لما حد كده قلبه يلتهب دي بيجري عشان في حد وقع في ضيقة ما يسيبوش، زي ما قرينا طوبيا أول أمس الجمعة، واحد قريبه كان في ضيقة جامدة وراح اداله مبلغ كبير. ففي ناس عايشين وسطينا كده، في ناس قديسين وسطينا، فربنا يجعلنا مثل هؤلاء القديسين اللي عايشين وسط العالم، لكن عندهم أحشاء رأفات، عندهم بصيرة. هو جاء وعطانا بصيرة لنعرف الحق. ربنا يعطينا نكمل هذه الأصوام المقدسة ونكون قديسين، ونكرس بربنا ونشكر ربنا ونعترف باسم ربنا وسط العالم. ولا ربنا المجد دائما أبديا، أمين. جيبني وتدخلني فيه.